لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نمبر 1 اتس اي ده اسمه ريفر نهر. نمبر 3 ذير دولا فلاورز عسل. اتس اي ده جراس حشائش. دي اسمها بارك ده مش دب ولا بس ده بارك. ونقط يو لايك لايك نشوفوها يبقى وراها على طول دو يا دز. بما ان النيو هنا هو الوقفة فهتبقى دو معايا. وات دو يبقى دو عيالها اي وي يو ذي والجامعة فمعانا يو تاخد يو اي هتاخد لايك مش لايكس لان لايكس عيالها هي شيء اتو المفرد. وات نقط يو هنا ار ما تنفعش كمان دو لان في فيرب بلس اي ان جي فاحنا ده بنقوله وات ار يو دوين. وات ار اديك وات ار يو داين. اي بتاخد ام على طول ام ملهاش عيل غير اي مستر ام هو اي سمعانا يا همس؟ ايوه ماشي همس نكمل. هنا ام هتاخد اي لان اي ام قلنا على طول اي ام. What are you? Or واقفة مفرم. Or واقفة يبقى نعمل ايه؟ دوين 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 دوين. طب عشان خطر الوش نقفل المايكات ما حدش يتكلم انا عشان ناخد الراجل ونرجعه. What هنا where sorry where نقط the bin. bin هنا مفرد ناخده is لكن هنا where هنا قال لي بنز ده هو نفس السؤال بس هنا خلي بالك هنا في اس بتاعت الجامعة فتاخد are where are it not on the book it is على طول it is على طول. طيب they are they بتاخد are they are under the desk where is the pencil where is the ball فين الكرة علشان خاطر إز دي مفرد لكن بول دي المفرد ودولة الاتنين دولة جمع. وده آخر سؤال في الحصة السابعة تعالوا نشوفوا نراجع الكلمات ونشوفوا الكلمات اللي احنا مستر أيوة أنا مش واضح عندي صورة خلاص أنا ده كانت مراجعة واجب وممكن هتشوفها في الفيديو مظبوطة خالص. خلينا دلوقتي في الكلمات بتاعتنا وهنبدأ بأول واحد أحمد. أنت يا أحمد إذا حفظت الكلمات يلا شنطة يعني وقولي لي بسرعة أسبلها يا أطول شنطة يعني باج أسبل يلا أطول بي اي بي اي جي عسل. عبد الرحمن بهاء قبعة يعني هات عسل. اسبل اتش اي تي. عبد الرحمن محمد اب يعني داد عسل. دي اي دي عسل. طب يا مستر في عندنا اب اللي هو فادر بصوا كده هو عارف انت لما بتقولي يا بابي وبتقولي اب وبابا وابي هي دي نفس الكلام كلها بيعبروا عن شخص واحد. لكن الطفل لما يقول صعب شوية الطفل تلاقيه مثلا لما تلاقي أخوك الصغير ما بيقولش أب ولا أبي لا بتلاقيه بيقول بابا صح. فهي اللي هي البدايات كده هو دي داد دي داد تقل مع الأطفال. طيب ناخد محمد حمدي وراها همس. محمد شنط خريطة يعني افتح المايك يا محمد حمدي وقول لي خريطة يعني خريطة يعني ماب. عسل يا محمد. زبل اتهجاها ايوة ام ايوة 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 تقيل الله عليك حبيبي يلا يا انت بعد همس يا سين
يلا يا همس قولي لي سيئ. سيئ يا همس. سيئ يا همس. عارفاها ولا شوف ياسين ولا شوف الكلمة تاني؟ أنا مسكة. طب همس سمعاني؟ أيوة. سيء يعني ايه؟ واد وحش يعني ايه؟ طب نملة. أنت بل ايه انتي عسل يا همس. بس نذكر احلى يا همس كلمات احلى. يلا يا ياسين. ماشي. سيء ايه؟ سيء. باد. باد بي خفيفة عادي. انت واد عسل يا ياسين. مين يفكرني؟ مين شطور يفكرني اخدنا ايه المره اللي فاتت؟ خدنا ايه المره اللي فاتت؟ ودوا لايك. الله يا اسد يا اسد يا اسد. ها ايه كمان؟ واي لايك مستر. ودوا عسل عسل. ودي وونت. الله يا اسد يا عبد يا غالي حبيبي. تمام. طيب تعال نشوف. What are are? What are are you doing? What مش what are are? What are you doing? What are you doing? واتفقت معاكم مش هنقول doing هنقول doing. What are you doing حبيبي؟ طيب تعال نشوف النهاردة حاجة جديدة حلوة خالص ولذيذة. نبدأ بالحاجات السهلة الأول. قبل ما نبدأ أنا عايز منكم وسائل مواصلات. وسائل مواصلات. أقول يا مستر. واحد واحد. قول يا ياسين. يلا كار. عسلا يا ياسين. وأول حاجة قالها لي ياسين اللي معانا كار. قول يا عبد. باص. باص يا عبد يا غالي. باص يعني أتوبيس. إيه كمان؟ فان يا مستر. لا كل واحد يقول واحد. فان يا عسل. بس ثواني انا عايز كله يشارك. يلا من الناس التانية. احمد وسيلة مواصلات. يا احمد وسيلة مواصلات. يلا انت عبد الرحمن وحلا. ها وسائل مواصلات. ترين. ايوه حبيبي برافو. ترين. ترين يعني قطار. ايه كمان حلا؟ افتح المايك يا حلا قول. يلا افتح المايك يا حلا. مستر. ايوه سامع كده حلا. مستر. ايوه. توك توك تنفع؟ توك توك. لا هو التوك توك في الانجليش اسمه ميني كاب بس مش عايزينه لان احنا مش عندنا التوك توك. يلا مين هيقول تاني؟ حلا افتح المايك يا حلا. وعايز همس ومحمد حمدي ما قالش. انتوا اخدتوها كمان السنة اللي فاتت. طب يلا قول لي ياسين حاجة تانية. بايك عجلة. بايك دراجة برافو. ايه؟ لين طائرة. برافو انا كتبتها لك حبيبي. طب عارفين مستر. ايوه يا عبد. شب. الله الله. شب سفينة وبوت قارب. وفي كمان في حاجة كده هو المفروض ان انتوا اخدتوها الترم اللي فات اسمه راكت صاروخ. راكت يعني ايه؟ صاروخ. صاروخ. وعندي وسيلة مواصلات حلوة تاني تشبه الشب
تشبه السفينة. حد عارف اليخت يعني؟ يات يات. لا السي اتش مش هتتنطق. يات يات. السي اتش هحط تحتيها نقطتين عشان دول مش هيتنطقوا. يات. واخر حاجة انا محتاجها ضروري النهاردة، انت ممكن تروح المدرسة مشي على رجليك، ممكن تمشي على رجليك، فوسيلة وسيلة المواصلات اللي انت استخدمتها هي سيرا على الاقدام. لما ماما تسألك تقول لك انت رحت ازاي المدرسة النهاردة، ركبت توك توك ولا ايه؟ قلها لا انا رحت اون فوت. مستر نعم. وفي فوت. اون فوت. اون فوت. 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 برافو عليك. فوت اللي هو القدم، نمشي سيرا على الاقدام. فوت مش فوت، والدليل ان احنا معانا كرة القدم اسمها فوتبول. فوت 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 قدم. طيب تعالوا نشوفوا. عايز اقول للناس ان انا رحت الحتة الفلانية بالوسيلة المواصلات دي، بس قبل عشان نكون جملة حلوة لازم ناخد كمان شوية اماكن ممكن نروحها بوسائل المواصلات دي. يلا اللي يعرف مكان، اللي يعرف مكان يقوله لي. سكول. برافو عليك. اول حاجة معانا سكول. ياسين اللي قالها سكول، مدرسة. ايه كمان؟ مستر. ايوه عبد. ايوه اللي قلت يا مستر. ايوه انا عارف يا مستر. عارف يا مستر. شوب يا مستر. شوب. شوب حبيبي. شوب يعني ايه؟ محل. محل. ايه كمان؟ ايه ما ايه اماكن بالمحلة يا احمد؟ محمد حمدي همس. الناس العسل دي عايز تكلم. ثاني ياسين يلا. عايز اي مكان تاني بتروحه؟ قول تاني يا مستر. حاضر. احنا دلوقتي خدنا اول حاجة وسائل المواصلات، خدنا وسائل المواصلات. هاوس منزل. طب نفهم الاول محمد. ثواني خليكي فتح المايك. بص يا محمد، احنا كنا خدنا وسائل المواصلات، خدنا كار ترين شيب. الحاجات دي بنستخدمها عشان نروح اماكن. يعني انت لو عايز تروح سكول، لو السكول دي بعيدة عنك فممكن تاخد باص، بتروحها مثلا بالكار. طيب لو انا مثلا المكان ده قريب فاخد اون فوت. فانا خدنا الاول وسائل المواصلات، دلوقتي عايزين الاماكن اللي ممكن نروحها. بتقولي ايه بقى يا حلا؟ زو. الله عليك يا حلا. زو حديقة الحيوان. ها كمان؟ بارك يا مستر. بارك. ايوه يا قمر بارك. يلا يا همس. وعبد الرحمن تقريبا في ما قلتش. عبد الرحمن محمد. يلا همس قولي مكان يا همس. مستر. ايوه. انا قلت كلاب. انا قلت كلاب. كلاب ما سمعتهاش. برافو. كلاب نادي. يلا همس. حاضر. عارفة السينما يعني ايه همس؟ سينما يعني سينما. سينما يعني سينما. وفي شوية. ايوه برافو. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستخدم وسائل المواصلات ونقولوا ان احنا هنقول المكان ده نروحوا بالطيارة. تمام؟ طيب تعالوا نشوفوا في الصفحة التانية. هنستخدم القاعدة بتقول لي ايه؟ او مش قاعدة، انا عايز اقول للي قدامي اتعلم اقول له ان انا اذهب الى المدرسة بكذا، انا بروح المدرسة وسيلة المواصلات بتاعتي كذا. طيب اول حاجة انا يعني ايه؟ اي يذهب الى go to. احط المكان، احط وراها كلمة باي
أحط وراها وسيلة المواصلات. بالراحة كده مستر، أنا عايز أقول أنا أذهب إلى المدرسة بالعربية، أنا أذهب إلى المدرسة بالسيارة. طيب هعمل إيه؟ قال لك بص، أول حاجة ابدأ بآي. نزلت آي أهو عشان أنا بتكلم على نفسي. طيب ونزل جو تو كمان، أذهب إلى، يعني I go to، أنا أذهب إلى، هات لي المكان. I go to school، أنا أذهب إلى المدرسة. by إزاي بتروحها؟ by car. بقيت أنا أذهب إلى المدرسة بالسيارة. طب هو ما فيش غير I يا مستر؟ لأ، أنا ممكن أوصفك أنت وأقول لك you، أنت go to the cinema، انت بتروح السينما. by train، انت عشان خاطر تروح السينما بتركب قطر. طب ممكن اوصفها هي، بس عند هي بقى ونقف دي حتة لكم انتو. she يعني هي، لو شفت هي she it او المفرد تاني، لو شفت هي she it او المفرد، جو دي مش هتبقى جو، هتبقى جوز. تاني يا مستر، لو شفت I we you they والجمع، I we you they والجمع، هاخد جو. شفت he she it والمفرد، هاخد جوز. وحط to the park مثلا، هي بتروح المنتزه on foot. هناخد مثال تاني واقول لكم ملحوظة حلوة. لو قلت لك احمد، يبقى الواد احمد ده ياخد جو ولا جوز؟ لو قلت لك احمد ياخد جوز، عشان الواد العسل ده، عشان احمد العسل ده مفرد، احمد العسل مفرد، فياخد جوز، لان هي شي اتول المفرد تاخد جوز. to the مثلا club by مثلا bike، معاه دراجة كده هو بيحب يركبها لما يروح النادي. هناخد ملحوظتين دلوقتي مهمين. احمد، يا احمد انا سمعتك وانت بتغني، ومصر كلها ممكن تسمعك، والغنى حرام يا حبيبي، اوعى تعملها تاني. ماشي، خلي بالك ان المايك كان مفتوح. يلا كده هو، تعال نشوف الملحوظتين المهمين. اول ملحوظه عندي ان انا لاحظت في حاجه اسمها جو، ولاحظت حاجه تاني اسمها جوز. اول ملحوظه ان هي جو وجوز. فانت لو كنت هتقول لي جملة فيها جو، لازم يكون قبليها I او we او you او they او الجمع. ياسين هيقول لي لو انا اخترت جو، لو انا اخترت جو يبقى مين عيالها؟ جامع. الله عليك، اسمع حلا كمان حبيبي عبد الرحمن. حلا، انا مستر توب. حاضر، اسمع حلا الاول. مستر جو، انا عايز يا حلا جو، عايز جو. Are you they? Are you? Are we? Start. You they will be. برافو عليك يا حلا. يلا يا ياسين. ال I will we will you they with them. آه
عسل. بالك يا همس انت ومحمد حمدي وانت يا عبد الرحمن هتقولوا لي عيلة الجوز. هي شي ات ويل مفرد، هي شي ات ويل مفرد. يا سلام لو نغنوها قلنا عشان نعرفوا العيلة دي دايما بيجوا مع بعض. عسل عبد الرحمن. هي شي ات ويل مفرد. عسل هي شي ات ويل مفرد. ايوه كده يا هموسه. عبد الرحمن بهاء. الشيئات والمفرد. الله عليك يا عبد الرحمن. يبقى دول لازم يتحفظوا حفظ. اعرف ان لما اشوف جو، وده هتشوفوه في الواجب كتير، لما هتشوف جو يبقى قبليها اي وي يو ذي والجمع، لكن هتشوف جوز قبليها هي شيئات والمفرد. دي كانت اول ملحوظه. ثاني ملحوظه ان وسائل المواصلات كلها تأخذ حرف الجر باي، إلا واحدة بس اسمها فوت بتاخد حرف الجر أن. يعني أقول باي كار، باي ترين، باي باس، باي فان. أخذ وسائل المواصلات كلها تأخذ حرف الجر باي. يعني أول ما تشوف واحد بيقول لك أنا بذهب إلى المدرسة أو أذهب إلى المكان بكذا، كلمة بي بي اللي هي باي، بواسطة كذا يبقى اللي هي باي، بالسيارة أو بواسطة السيارة يبقى باي. إلا واحدة بس اسمها فوت فبتاخد أون فوت. أون فوت. هسمع من حالة، قولي لي يا حالة جملة تبدأ به. هاخد وراها جو ولا جوز؟ يا مستر بتبدأ في جو، يعني هي جوز. الله عليكي، هي جوز. هو رايح فين؟ تو. ايوه سكول. تو ذا سكول. بس الله عليكي، هو ده الجمال. طب تعال نشوفه لأحمد محمد أنور. أحمد محمد أنور ابدأ لي بيو. يو 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 تاخد جو ولا جوز؟ جو جو. يو جو. You go to. You go to. راح فين انت؟ ها كلاب مثلا. You go to the club. انت رايح الى النادي. ها وسيلة المواصلات اللي هتروح بيها؟ ايه وسيلة المواصلات اللي هتروح بيها يا ابو حميد الكلاب النادي؟ ابو حميد ايه وسيلة المواصلات اللي هتروح بيها الكلاب النادي؟ طب يكملها لي عبد الرحمن، شكله في مشكلة معاك في المايك يا أحمد. أقول أنا؟ ماشي قول قول يا ياسين. هنروح النادي؟ هنروح النادي. بنروح النادي، يبقى هحط كار في قبلها حاجة؟ بار. طب باي عسل يا ياسين. يبقى you go to the club by car. She goes حبيبي سكول. ايوه كار صح كده يا محمد حمدي. مستر ايوه يا عبد الرحمن.
انت هاي الباي انا ما سمعتهاش حبيبي. ايوه اوعى تنسى باي عسل. يبقى she goes to school by حبيبي عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن بهاء هتقول لي ب I. I go ايوه قول لي يا مستر. لا يا استاذ انا بقول ها. ايوه حبيبي ها. go to ايوه shop. ايوه الله عليك the shop. بتروح ازاي للشوب؟ ايوه باي كار. لو بنروح سيرا على الاقدام يا اسد هنقوله ايه؟ لو بنروح سيرا على الاقدام يبقى اي جو تو ذا شوب. ها سيرا على الاقدام يعني ايه؟ وات. ايوه برافو. وتاخد حرف الجر اون يبقى اون فوت. طب تعالى نشوف محمد حمدي. لو قلت لك يا محمد منى هتاخد جو ولا جوز؟ محمد لو كان كده همس. يلا يا همس افتح المايك يا همس. افتح المايك يا همس. هعد 3 ثواني يا همس لو ما كانش كده هتشوف هلا هلا. جوز. ايوه برافو يا همس. منى جوز. طب تكمليها؟ رايحة فين منى؟ سينما. عسل. يبقى جوز تو ذا سينما. رايحة للسينما. هتروح ازاي يا همس؟ بالقار. يبقى باي كار او باي باس. مين ما قالش جملة؟ مين ما قالش؟ مين نسي؟ انا محمد حمدي. انا مستر. انت ما قلتش؟ اه. طيب خد الحتة العسل دي بتاعت الناس الشاطرة. لو قلت لك and the same. انا ما قلت. انت ما قلتش. ما انا من بدري بقول لك افتح المايك. طب ثواني ثواني يا ياسين. طيب هنشوفه ياسين وبعد كده انت. ثواني خليك سامعني عشان ياسين لو وجع ترد عليه. بس انا عارف ومتاكد ياسين هيعرف يجيبها. ألي عندي سامي يا ياسين. got to go ولا goes؟ go go to to منزل هاوس. to the house. يروح المنزل ازاي؟ باي بتروح بيتك كار. باي كار العربية. عسل. طيب تعال نشوفه. هل يا محمد حمدي ياسين صح ولا غلط؟ ليه هتاخد جو ولا جوز؟ مستر. مستر. يا مستر. ايوه. ما عنديش صورة. ما عندكيش صورة؟ طب انا شايفك داخلة في حسابين، يعني اخليكي في حساب واحد عشان توصل لك الشبكة كويسة. ماشي؟ هي مشكلة شبكة بس. يا مستر. Go to the. هنروح في الكلب مثلا قلناها. هنروح الزو بقى. باي. بس مستر. نعم. انا ما قلتش. ما انا بقول من بدري مين ما قالش. طب ثواني يا محمد
يا عبد الرحمن هتقول دلوقتي كمل يا محمد حمدي. يبقى they go to the zoo، بيروح الزو بايه؟ قول تاني يا مستر. they go to the zoo، they go to the zoo by، بيروحوا الزو باي ايه؟ بواسطة ايه؟ بيركبوا ايه؟ كار باردك. طيب ما نقوله مثلا نركب الترين، القطر، عشان خاطر هنروحوا في القاهرة فهنركب قطر احنا. ماشي عسل. يلا يا عبد الرحمن محمد اخر مثال لعبد الرحمن عشان نشوف السؤال بتاع ده هيبقى شكله ازاي. عبد الرحمن محمد انا لو قلت لك you and I، انا وانت، هتاخد go ولا go؟ we go to، we go to school and food. مش هغير، مش هغير، هي برافو عليك بس مش هغير you، هنسيب you and I، انا وانت، فهتو to school on go to school on food. انت واد عسل حبيبي. طب تيجي نشوف السؤال بتاعهم هيبقى ازاي. يعني ايه السؤال بتاعهم يا مستر؟ يعني انا هنا انا يا مستر بدي لك معلومه، انا عارف ان انا مثلا انا بروح المحل سهرا على الاقدام، انا بروح حديقه الحيوان بالقطار، لكن انا عايز اسالك اقول لك كيف انت بتروح السينما، كيف هو بيروح السينما، كيف انت بتروح المدرسه، كيف انت بتروح حديقه الحيوان، كيف انت تذهب الى البيت. طب كيف دي اسمها ايه؟ عندكم خدتوها الترم اللي فات، كيف يعني هاو، كيف يعني هاو، كيف ها، كيف يعني هاو، كيف مثلا تذهب الى المدرسة، يبقى هاو هيجي وراها مين؟ هيجي وراها دو يا دز. النهاردة هنثبت سؤال واحد بس اللي هو هاو دو يو جو تو ذا، واقول المكان ده بس اللي احنا هنستخدمه النهاردة، مش هنحكي كتير في التانيين. لو قلت how do you go to the، انا شفت كلمة how، how يعني كيف، لمحت كلمة how بتسأل عن حاجة من اتنين، يا وسيلة المواصلات هي بتسأل عن الحال، والنهاردة بتسأل عن وسيلة المواصلات. how do you go to the cinema، كيف بتذهب الى السينما. يبقى انا بسألك هنا على الوسيلة اللي انت رحت بيها الى السينما. طيب انا في الحالة دي هعمل ايه؟ هتجاوب لي بالجملة اللي احنا لسه عاملينها. طب يعني ايه يا مستر؟ يعني بص كده، هو المفروض عشان نفهموها جت ازاي، انا عندي هاو ودو دولا، هاو ودو دولا امسكهم وارميهم من الشباك، انا بكره هاو ودو في الاجابة، مش عايزهم، ارميهم من الشباك يا مستر. هاو ودو هنرموها من الشباك، هيتفضل معايا يو جو تو ذا والمكان. طب يو دي هتنزل بايه؟ هتنزل باي، يو هتنزل باي، ايوه، او وي، بس لو سالتكم بانتم، بس النهارده هنسال بانت، انا هسال كل واحد فيكم سؤال، هاو دو يو جو تو، وهقول له المكان اللي انت بتروحه ده ازاي. فانا يو دي هتنزل باي لان انا بسالك بانت، وهنزل جو تو ذا واحط المكان سينما مثلا، باي سوري سينما، واحط بقى من دماغي باي واقول له وسيله المواصلات، وسيله المواصلات. طب انا هبدا سؤال مع ياسين، هبدا سؤال مع ياسين، ياسين العسل، انا هسالك واقول لك هاو Do you go to the park؟ جاوب لي يلا ياسين. يا مستر. How do you go to the park؟ كيف تذهب إلى البارك؟ هتجاوب لي تقول لي إزاي؟ I أيوة. Go to أيوة. The park. Park. أيوة. باي ايوه بس حبيبي عسل. عمل ايه ياسين؟
مسكها ودو ورماها من الشباك وراح ليو نزلها اي. شكرا يا دكتور ياسين. هنشوف الدكتوره حلا. يلا يا حلا يا عسلة. لو انا قلت لك يا حلا قلت لك هاو دو يو جو تو ذا هوسبيتال المستشفى. الدكتوره حلا رايحه تروح تكشف على الناس اللي هناك، فبقول لك هاو دو يو جو تو ذا هوسبيتال. ماشي ودو ها ودو I go there I go to the to the then hospital بعدين هنجيب باي ايوه باي كار. عسلا يا حلا. شكرا يا حلا. اللي باقي معانا احمد وعبد الرحمن ومحمد اربعة. كل واحد فيكم واحد هيسأل سؤال والتاني هيجاوبه. يعني هنبدأ بالاول باحمد محمد انور هيعمل لي سؤال وهتسأل لي عبد الرحمن بهاء. اسأل يا احمد يلا. How go how هيجي وراها دو how do ايوه you ايوه how do you go to ايوه the ايوه school how do you go to the school. كيف بتروح الى المدرسة؟ عبد الرحمن محمد تقدر تجاوبه يا اما احمد محمد انور. اللي يفتح الاول يجاوب يلا. How do you go يلا يا احمد جاوب. I go to school by bus. A bus. اسد كده شايف كلك يا ابو حميد. I go to the school by بس مثلا. طيب يلا يا احمد يا تسال يا اما تستنى تشوف محمد حمدي هو اللي يسالك. انت تختار ايه؟ انت تسال ولا تجاوب؟ انا اجاوب. طب بعد اذن محمد حمدي افتح المايك يا حبيبي وقول لي سؤال. يلا اسال لي سؤال صعب كده لاحمد حمدي لاحمد محمد. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ كل واحد هيسال التاني سؤال والتاني هيجاوب. How do you go to the school؟ كيف بتروح إلى المدرسة؟ فرحنا رمينا هاو ودو من الشباك ومسكنا يو نزلناها I وقلنا I go to school نزلنا الباقي ده كله وقلنا باي كذا باي بس. فاضل هيسألني دلوقتي محمد حمدي هيسألني أحمد أنور. يلا افتح المايك يا محمد. طب تعرف تسأل؟ أيوة أيوة يا محمد. هلا أسأل إيه مستر؟ طيب. اسأل سؤال. هاو بعد أسأل هاو سؤال كيف أذهب للمدرسة؟ ما قلناها اللي فوقيها. كيف تذهب إلى مثلا السينما؟ طب ما انت عسل اهو. امال المايك مقفول ليه؟ حبيبي شكرا. عشان النت ضعيف يا مستر. معلش يبقى انا بقول كده برضه. يلا يا ابو حميد احمد. جو ايوه اي جو فاميلي. ايه انا رميتها ودو من الشباك. اتفضل معايا يو نزلتها اي اي جو كمل. اي جو تو دو تو ذا دو ذا سينما.
برافو. باي. تاكسي مثلا. بتروح بالتاكسي. طب نشوف همس. انا اللي هسألك السؤال يا همس. ماشي. How do you go to the how do فكر في الإجابة. How do you go to the hotel. كيف بتروح للفندق. يلا فكر في الإجابة. هرمي هاو ضمن الشباك يا همس. وهقول ايه. I ايوه I go to I'll go to the hotel hotel سيرا على الأقدام يعني هتروحيها ماشي سيرا على الأقدام يعني كار لا سيرا على الأقدام on foot on foot سيرا على الأقدام يعني on foot ياسين يا مستر قولي يا ياسين شايف الكلمة الأولانية دي حروف متلخبطة الكلمة الأولانية الكلمة دي خدناها على فكرة ابدأ اللعبة بدأناها هنحط الايه الأول الايه الأول وبعد كده بعديها الفي بعد كده الفي لا نحط الان في الآخر نحط الان في الاخر كده ايوه في ان عسل صح يلا يا محمد حمدي وراهم ايه مستر الكلمه اللي هي اللي تحتيها دي اخذناها بسرعه رتبها في ايه ايوه الله عليك حبيبي همس بتطلع همس عبد الرحمن محمد and احطها ازاي ايه ان تي اسد يا عسل يا عبد الرحمن بهاء ال ايه الاول ايوه بعد كده البي الاثنين البي ايوه عشان خليتها برافو عليك يا عبد الرحمن عسل عبد الرحمن يلا يا بسمه يا احمد احمد يلا يا محمد اول شيء لو ما كانش كده تعرف تقوليها همس واديك واحده تاني انت احمد يلا يا ليت واحده من الاثنين يا احمد انت واحده او همسه واحده وانا كله هياخد يا محمد حاضر يلا مستر ما بيناش الصورة طب انا استنيني كده هو هشوف احمد هياخد انهي واحدة وانا هقول لك حروف الكلمة الثانية ناخد اللي فوق هتاخد اللي فوق يلا طب رتبها لي بي اي ان الله عليك بقى انطاصة
يلا هم معانا حرف الدي وراها حرف دي وراها حرف اي معانا حرف دي وراها حرف دي وراها حرف اي دي دي اي هتبقى كلمة اي دي همس وهيتفضل معانا حرف الدي طب دي اي دي تطلع كلمة اي دي همس دي اي دي داد يلا يا محمد حمدي انت وحلا على الكلمة الأولى ماشي يلا انت الأولى عندي معلقة معلقة مستر الصورة عندي معلقة على بين طيب يا حلا انا هقولك الحروف بس اسمع دلوقتي ايه انتوا ظهر لكم اللعبة ايوه يا مستر ام اي بي مات حلا معانا حرف التي والاتش والاي التي والاتش والاي حلا التي والاتش والاي ارتبها ازاي H-A-B الله عليكي H-A-T هات قبعة اطلع سلاي مين اللي ما قالش حد ما قالش مستر انا قلت بس عايز اقول تاني ما عليك انت يا الله ماشي هنحط البي في الاول ايوه بس طاسة عسل مين هيقول تاني أنا يا مستر يلا عبد الرحمن ده هنا أنا يا مستر أنا نحط الإيه الأول أحط الإيه الأول سمان نسمع عبد الرحمن بهاء ها السي السي الأول آه وبعديها بعديها إيه بعديها تي عسلاية كا كا محمد حمدي وراها احمد ايه يلا الاف بص وبس وتكون حلنا اسمها ايه بات بي يلا يا محمد حمدي سمعني اني ايدي بي لا الفوق اللي فوق اللي فوق ال A وال D وال B A D B هتبقى ايه B ايوه هنا يعني D A B D A B صح الكلام ده يا همس مستر ايوه عبد بد باد باد اسبل لها بي انا حليتها بسرعه بي اي دي باد يلا يا حلا ان بي اي ان بي اي ان بي اي تبقى ايه بيد. يلا بسم الله الله عليك الله عليك طيب مش هطول معاكم بس هناخد حته صغيره كده هو وهنرجع تاني اللعبه تاني حته سهله خالص اللي هو عايز اقول انا اقدر اشوف انا اقدر اشوف لو عايز اقول انا استطيع ارى هقول ايه I can see يا مستر حبيبي I can see برافو عليك I can see يعني أنا أستطيع طب يا ترى السؤال هيكون إيه؟ أنا لسه قاعد اللعبة حاضر هوقف كده ظهرت عندك اللعبة المفروض
القاعدة بتقول لي I can see. المشكلة عندي في ايه؟ لو هتقول لي حاجة مفردة يبقى لازم تقول لي A أو an. لو هتقول لي حاجة جمع حطها بدون الA والan. طب ازاي؟ I can see a book. انا هنا في عشان book مفرد فانا قلت لها A. طيب I can see an aunt. انا اقدر اشوف نملة واحدة. طب انا عايز اقول I can see cars. كده انا اقدر اشوف سيارات. هي الحتة المهمة اللي انا عايز اقول لكم عليها ان I can see. لو هتقول لي اسم مفرد ما تحط ليش غير A و an قبليها. لكن لو اسم جمع ما تحطيش لا الـ A ولا الـ an. دي اهم حاجة في I can see. ماشي؟ وانا هسألك بس مش عايزه منك دلوقتي. السؤال بتاعنا What can you see? What can you see? يبقى انا كل شوية في اللعبة اللي جاية هقول لك What can you see? انت هتقول لي I can see. لو حاجة مفردة تقول لي A او an وتقول لي اسم الحاجة. لو حاجة جمع تقول لي I can see وعلى طول الاسم الجمع. تاني انا هسألكم وهقول لكم What can you see? What can you see? انت شايف ايه؟ انت هتقول لي I can see A او an واسم الحاجة لو كانت مفرد. What can you see يا حلا؟ I can see a car. أيوة. مين اللي قالها أحمد؟ I can see a car. I can see a car. Car. وكار بتبدأ بأنهي حرف من الحروف دي؟ سي. تمام. سي ايه ار. إجابة صحيحة. برافو عليك. يلا يا أحمد محدش يتكلم في دور حد تاني. يلا يا أحمد أنور وراها عبد الرحمن بهاء. وات كان يو سي يا أحمد؟ هتقول لي ايه؟ وان. وات كان يو سي؟ هتقول لي اي. ثاني متر then. طيب يلا احطها لي في الجملة. انا لما اقول لك what can you see هتقول لي ايه؟ I can see. I can see a van. الله عليك. طب van دي بتبدأ بأنهي حرف من الحروف دي؟ V. عايز أسرع حبيبي. شكرا. يلا عبد الرحمن بهاء. عبد الرحمن بهاء هتيجي صورة دلوقتي وهقول لك What can you see? Get ready. خليك جاهز. What can you see? I can horse. نسيت كلمة في النص قبل horse. كلمتين كمان. I can see. I can see. أه؟ A horse. حبيبي تبدأ بحرف ايه عبد الرحمن horse دي؟ H. حتة عسلاية. يلا يا عبد الرحمن محمد. I can see a house. طب يبدأ بحرف ايه؟ حبيبي عبد اسد. يلا محمد حمدي. What can you see يا محمد؟ هتشوف ايه؟ Mm-hmm.
محمد حمدي افتح المايك، افتح المايك يا محمد. What can you see؟ اسمي الصورة ان نت ضعيف. نملة. I can see ان. طب في قبليها ولا ان؟ ان انت. برافو عسلايا. همس. همس what can you see همس؟ ألم جاب. I can I can همس. قول انا مستر. هتقوليها قولها يا سين. مستر قولها انا. اي كان. ايوه اي كان سي. ايوه ثواني هم ياسين. طب انت كده خدت دورك على فكره. طب بني يا ياسين استنى. بني يا ياسين تاخد انهي حرف من الحروف؟ افتح المايك وقول لي يا ياسين انهي حرف. بي. بي. طب يلا يا همس اللي جايه بتاعتك. نعم نعم. انا ما قلتش تاني. هي مرة كل واحد قاله مرة واحدة على كده. يلا يا همس. What can you see؟ طاسة يعني ايه؟ طاسة. بان. يبقى I can see a pen. A pen. See a pen. Pen تبدأ بحرف ايه؟ P. سلام. برافو. يلا كفاية كده هوا وناخدوا الكلمات. Zoo. Zebra. Zebra. Zipper. 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 Zero. كلهم دول بحرف الزد. Zoo. زيبرا زبر زيرو وحرف الفي فيد فيت فيت فان فان فيز فيز فاميلي فاميلي. يلا مين هيرفع؟ عايزين ثلاثة بس. أول ثلاثة هيرفع ايديهم هم اللي هيقولوا. أنا مصطفى. عبد الرحمن بهاء رقم واحد. مين التاني؟ مصطفى. يلا يلا عبد الرحمن بهاء. بعد كده عبد الرحمن محمد. حديقة حيوان. زو عمر وحدي. زو زبر زبرا زبرا ستة زي شو ستة زبر ستة زبر صفر يعني زيرو. أيوة. طيب بطري فيت فيت طبيب بطر فيت وبعد كده شاحنة ف انا مستر فان فان فيس فاس فيز أسرة يعني فان. انا مستر فاميلي. عسل. برافو عليك. يلا يا احمد. انا قلنا تاني واحد مين؟ عبد الرحمن محمد وراها احمد. عبد الرحمن محمد وراها احمد. انت بعد اخر واحده. زو. اي زبرا. تمام. زبر زيرو. زو عسل. زيرو. فيت فيت. فان فاز فيز This family.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.